7 جيت على هذا المكان وتصدفت انا ولا جنبيه ملاك. قالت يعني تقدر تسافر معي صغير من عمري تقريبا 10 سنوات. قال ابن عمي يعني انا ما اقدر اخليه يسافر معي، بدي اشاور ابوه ورد له خبر. يعني وصلت البيت وما حد يدري اسمه علي. قال لي جاني على يعني تواصل لي وجاني على البيت وصارت تجيني على البيت يعني وصارت تجيني في الشهر جزر 4 مرات 5 مرات. ويوم من الأيام قالت أنا خلاص ودي أسافر وأنا خلصت من الدراسة ودي يعني هي تأخذني بسوي عيا. وقلت أنا بدي أسافر وارجع لها. انقطعت أخبارها تقريبا 11 سنة، لا أعلم عنها ولا تعلم عني شيء.